النهارده يعني حضرتك بتهتم بالعنصر البشري والتدريب والتعليم، وكان في تخريج دفعه من مهندسي الهيئات التابعه لوزاره النقل من الاكاديميه العسكريه، هل يمكن ان تكرر التجربه مع قطاع الصناعه؟ ده بالتاكيد. انا ليه هكررها او ليه مش هكررها؟ هل انا مقتنع بالفكره ولا مش مقتنع؟ لو انا مش مقتنع مش هكررها. صحيح. طب لو انا مقتنع بالفكره، ده بالعكس، انا اول واحد عرض على فخامه الرئيس، قلت له يا فندم انا عندي عجز شديد كبير جدا في السكك، هيئه السكك بالتحديد، وكل هيئات وزاره النقل، ولكن لازم نبدا بالسكه الحديد. انا ما عنديش مهندسين في السكه الحديد، ما عنديش سواقين كافيين للجراب، ما عنديش فنيين على المستوى اللي انا عايز اطور بيه السكه الحديد. حولنا معهد وردان اللي كان مدرسه ثانويه صناعيه الى معهد تكنولوجي او كليه تكنولوجيه 4 سنوات، وعملنا و و و وبدانا نجري في ونأهل وندرب في العنصر البشري، ولكن كان لازم نبدا ندخل عنصر بشري مختلف، مختلف الثقافة، مختلف التعليم، مختلف القوة، مختلف الصحة، مختلف اللياقة، فكان لازم نعمل الكلام ده. فعرضت على فخامة الرئيس وصدقت أول مرة على 300 مهندس و1500 فني للسكة الحديد. خدناهم بقى زي ما أنا كشفت في الكلية الفنية العسكرية سنة 75، طبي ورياضي ونفسي وكل حاجة، عشان نضمن إن إحنا ناخد ناس أسوياء أصحاء لياقة بدنية عالية، مؤهلين علميا على أعلى مستوى. عملنا كده، نجحنا الحمد لله مع السكة الحديد. الناس طبعا جم ساعتها، يا أستاذ نشأت لو أنت فاكر، قال لك طبعا يعني أنتوا هتعسكروا وزارة النقل. طلعت وقلت أهلا بالعسكرة، إن كانت العسكرة هتؤدي إن أنا يبقى عندي مهندس متميز وقوي عندي ومنضبط وملتزم، إن كانت هتبقى عندي سواق قطر ما يسيبش القطر ماشي وهو مش فيه. صحيح. انا مش عايز اقول لحضرتك حاجات وقائع تشيب وبقيت اشوفها في السكه الحديد، ولكن لما يبقى عندي سواق قطر منضبط محترم ملتزم، وحتى القدام بقى خلاص بقى خلاص عرفوا ان النظام بتاعنا، القدام اهلناهم ودربناهم وبقوا على نفس المستوى، ولكن كان لازم نروح لهذا الفكر. الفنيين نوديهم الكليه التكنولوجيه العسكريه بعد اختبار دقيق جدا، المهندسين والمحاسبين والمحامين، توسعنا بقى، ما بقاش بس السكه الحديد فقط، لا ده بقى السكه الحديد، بقت هيئه الطرق، بقت هيئه الانفاق، بقت هيئه تخطيط مشروعات النقل، بقت هيئه السلامه البحريه، بقت هيئه النقل النهري، بقت كل هيئات وزاره النقل. وكان لنا الشرف ان احنا نبقى اول وزاره نطبق هذا النظام. بدات لما نجحت الفكره، بدات الوقت كل الوزارات تحذو حذوانها وتعمل نفس الفكره. انا عايز اقول لحضرتك المنتج ايه، ومين اللي يحكم ان التجربه نجحت والمنتج جيد ولا لا؟ لا انا ولا انت ولا اي حد، لا ده شركه سكك حديد المانيا الدوتشه بان لما لقتنا بناخد ناس متميزين كده، تعاقدوا معانا من الناس دول ياخدوا 100 سائق قطارات يشتغل في المانيا. بدانا دلوقتي من المصريين 25 100 سائق مصري، وسامعين دلوقتي السواقين دول، بدانا نديهم 25 25 ياخدوه يختبروه، احنا طبعا مختبرينه ومؤهلينه وكل حاجه، ياخدوه تاني يختبروه ويودوه معهد جوتا ياخد لغه المانيه 6 شهور، وفي ناس بتاخد سنه ثم يختبروهم. اول يعني مش عايز اقول الرقم عشان ما حدش لا هقوله، اول 25 نجح منهم 13 بس، ناجحين ايه؟ فنيا ناجحين كلهم، صحيا ناجحين كلهم، رياضيا ناجحين كلهم، ولكن لغويا هو بقى عايزه بيجيد اللغه الالمانيه، خدوا 13 وبعدين خدوا 25 تانيين وهكذا. طب اللي ما نجحش في الالماني ده، انا استفدت ان هو اصلا مؤهل في الكليه الحربيه او في المعهد او كليه التكنولوجيا العسكريه، تاهيل عالي فنيا عالي، الالمان دربوه كمان فني بقى كويس جدا، فاللي هيتبقى لي ما راحش المانيا غير ال 100، انا على الاقل دربت كمان 100 قدوم على مستوى عالي جدا للسكه الحديد. لو الالمان نفسهم مش شايفين ان هذه التجربه ناجحه وتفرز سائق قطار سريع يشتغل في المانيا او اليورو ستار بقى ما بين المانيا وفرنسا، والمانيا وفرنسا وانجلترا، ويشرفنا في المانيا، ما كانوش خدوه. فدول اللي بيقولوا ان التجربه سليمه ولا مش سليمه. كل وان شاء الله باذن الله هيئاتنا ومصالحنا سواء في التجاره
او في الصناعه بقى. في الصناعه بقى طب هنعمل ايه في الصناعه؟ احنا عندنا 41 مركز اللي كنت بقول لحضرتك عليهم من شويه ان احنا هنديهم للقطاع الخاص. طب هل ممكن نكرر الكلام ده معاهم؟ ايوه هنكرر الكلام ده معاهم، سواء مع المصلحه الكفايه الانتاجيه او كل الناس بتوعنا اللي بيشتغلوا في المصانع بتاعتنا او اللي بيشتغلوا في هيئه التنميه الصناعيه. انا واخد تقريبا 250 مهندس ومحاسب وجيولوجي وكيميائي من بقيه هيئات الوزاره عشان بسرعه ادعم هيئه التنميه الصناعيه عشان ما يتاخرش طلب لحد. طب دول بيطلعوا يفتشوا، طب دول بيعملوا رخص، طب دول لازم يبقى منضبط، لازم يبقى ملتزم، لازم يبقى نفسه عاليه، لازم يبقى متدرب تدريب كويس، لازم مهندس شاطر، لازم يبقى كيميائي شاطر، لازم يبقى جيولوجي شاطر عشان يطلع يقدر يفتش ويقدر يجيز او يطلع رخصه المطلع. فلازم يبقى فيه كل المميزات دي. فان شاء الله باذن الله هيئه التنميه الصناعيه هتبقى اول هيئه في هيئات وزارة النقل إن شاء الله، غير بقى هيئة المواصفات والجودة وهيئة الاعتماد وهيئة تحديث الصناعة وجهاز تحديث الصناعة، الرقابة الصناعية، المعامل، كل الناس عشان أختار لهم ناس منضبطين أسوياء أقوياء متعلمين كويس، عارفين يعني إيه أمن قومي، عارفين يعني إيه مصلحة بلدهم، عارفين إنجليزي وكمبيوتر ودين صح. إحنا بيجي لهم مشايخ من الازهر الشريف، بيجي لهم قساوسه من الكنيسه، بيجي لهم كل الناس عشان يدرسوهم ويعلموهم يطلع فعلا فرد قادر ان هو يشتغل في وزاره النقل او وزاره الصناعه ان شاء الله باذن الله. سيد فريق كامل ربنا يقويك